أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وهذه تغطية لكأس أمم أفريقيا في نسختها 34 كان 2023. لسه ماتش جنوب أفريقيا مع كاب فيردي مكمل لحد دلوقتي، والمباراة راحت الشوطين إضافيين، وهنتابع خلال حلقتنا النتيجة أولا بأول. أما أول ماتشات النهاردة كانت بين مالي وكوت ديفوار صاحبة الضيافة. في الماتش ده قدرت كوت ديفوار إنها تثبت حاجة مهمة جدا في كرة القدم، إن مفيش مستحيل أبدا حتى وإنت بتلعب ناقص لاعب. السيناريو ده كان سيناريو مجنون جدا تأهلت بيه كوت ديفوار، وهنعرف كل تفاصيله خلال حلقتنا النهارده. اكيد هنتكلم عن اخر الاخبار والكواليس من البطوله، وكمان اخبار عن المنتخبات اللي خرجت وتوابع الخروج من الكان. تابعونا. النهارده تابعنا ماتشين، وزي ما قلنا في البدايه ان لسه ماتش جنوب افريقيا مع كاب فيردي مكمل لحد دلوقتي، والمباراه راحت لشوطين اضافيين، وهنتابع النتيجه معاكم. المنتخب الفائز من الماتش ده هيلعب مع نيجيريا. كمان تاهلت كوت ديفوار زي ما قلنا في مقدمه الحلقه بسيناريو مجنون لدور قبل النهائي بعد فوزها الدرامي على مالي 2-1. الوقت الاصلي والاضافي للماتش خلص 1-1 بعد ما تقدمت مالي، وبعدين اتعادلت كوت ديفوار وهي بتلعب ناقصه لاعب بعد طرده من الحكم المصري محمد عادل. في اخر ثانيه حرفيا في الشوط الاضافي الثاني تنجح كوت ديفوار انها تخطف بطاقه التاهل قبل النهائي. عشان يبقى الدور قبل النهائي يكون بالشكل ده، ففي الماتش الاول هتلعب نيجيريا مع الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره يوم الاربعاء اللي جاي، وفي الماتش ده وفي الماتش الثاني هتلعب الكونغو الديمقراطيه مع كوت ديفوار البلد المستضيف للبطوله يوم الاربعاء اللي جاي ايضا الساعه 10 مساء ولكن بتوقيت القاهره. ينضم لينا الان عبر زوم خوان خوسيه ماكيدا مدرب ريال مدريد السابق. مرحبا بك كابتن. بداية يعني كيف شاهدت بطولة أمم أفريقيا الحالية وظاهرة خروج الكبار والمرشحين للقب مبكرا؟ مساء الخير والسلام عليكم. نعم، هذه مفاجأة كبيرة فاجأتنا جميعا في هذه البطولات، لأن بعض الفرق الكبيرة ذات الاسم الكبير مثل السنغال والمغرب ومصر وغيرها خرجوا من البطولة، وهذه أحد المفاجآت في هذه البطولة لنا جميعا، فتفاجأنا بها ذلك نحن جميعا، ولكن بعض الفرق الصغيرة استمرت على النقيض. كابتن تفتكر إيه سبب ده؟ يعني إيه أهم العوامل اللي ميزت فكرة صعود المنتخبات الصغيرة؟ هل ده معناه تغير في السياسة في سياسة وفي الكرة الأفريقية بشكل عام في الفترة الجاية؟ إنها كرة القدم، كل شيء متاح، كل شيء لا يمكن أن نتوقعه يمكن أن يحدث. هناك دائما الفائز ودائما هناك خاسر، فهذه طبيعة لعبة كرة القدم، وفي النهاية هذه طبيعة اللعبة في أي مكان وفي أي بطولة. ربما نرى ذلك في نصف النهائيات أو في الربع النهائي، ربما تكون هناك بعض الصعوبات التي توجهها بعض الفرق سواء في بداية اللعب أو في نهاية البطولة، هذا الأمر يحدث بشكل معتاد، ولكن في هذه البطولة بالفعل تفاجأنا بأسماء كبيرة تخرج بشكل مبكر، والآن نرى بعض المنتخبات مثل الكونغو وكاب فيردي تستمر حتى
نصف النهائي، فبالتالي بالنسبة لي كان الأمر مدهشا، ولكن في كرة القدم دائما ما تدهشنا هذه اللعبة وكل شيء ممكن ومتاح. قطعا كابتن خوام، من ترشح للفوز بلقب هذه النسخة المختلفة من الكان من خلال متابعاتك؟ أعتقد من وجهة نظري أن كوت ديفوار تلعب في بلادها، وربما تكون لديها فرصة جيدة. وفي المباراة الأولى كانت هناك لعبة جيدة من جانبهم، ولكن الآن بالنسبة لي أرى أنه من الممكن أن البطولة مفتوحة لكثير من الخيارات. هناك تغيير في العقلية اللعب بشكل كبير، هناك تقلبات في بعض المجموعات، ومن المحتمل أيضا أن يكون أي فريق فائز مرشح. قطعا ربما سنرى. يعني أنت دربت بالدوري المصري وكانت ليك تجارب رائعة حقيقة، تعليقك إيه على نتائج وأداء الفراعنة المحبط بهذه النسخة؟ تيم الأمر صعب للغاية، وكان الأمر عسيرا على المنتخب المصري أن يخسر بشكل مبكر، وهو أحد أفضل المنتخبات بالفعل. وأيضا كان مؤسفا أن يخسر الفريق أحد أهم اللاعبين، كان الأمر صعبا بالنسبة للفريق بالطبع أنهم خسروا لاعب أساسي وهو يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم. كان الأمر ليس باليسير عليهم، وكان له تأثير مبالغ عليهم، تأثير سلبي بالطبع عليهم، ورأينا ذلك في مباراة الكونغو. أيضا كانت هناك الكثير من الصعوبات، وأيضا كانت ضربات الترجيح في النهاية هي من قررت المباراة، ولكن بالطبع هذا أمرا كان مدهشا بالنسبة لي، حيث أن الأمر لم يكن كان معتادا، حيث أن فريق كبير مثل الفريق المصري يخسر أحد اللاعبين الأساسيين ويخرج من البطولة في وقت مبكر. هناك بالطبع كثير من الاحتمالات، فخسارة محمد صلاح كان لها تأثير سلبي كبير، هذا ما أفكر فيه وهذا ما أعتقد وأراه. هل خسارة محمد صلاح كانت هي العامل الرئيسي أو العامل الوحيد لخسارة منتخب الفراعنة، ولا كان في عوامل تانية أنت شايفها؟ هناك بالطبع بعض الأسباب الأخرى، ولكن أهمها هو خروج محمد صلاح وخسارة الفريق له، وكان هناك مفاجأة في هذا الأمر. الفرق والمنتخبات أيضا هناك منافسة كبيرة، وهناك قتال كبير في أرض الملعب، وكانت هناك مهارة عالية وسرعة وجودة في اللعب بشكل كبير، ولكن في هذه البطولة كان خسارة محمد صلاح له تأثير سلبي كبير على اللاعبين وعلى الفريق بشكل عام. فمحمد صلاح بالفعل له تأثير كبير، وهناك بالطبع بعض الأسباب الأخرى. ربما المغرب، رأينا المغرب ونفس الأمر مع البرازيل في أوقات مشابهة ومع السنغال، ولكن في النهاية هذه طبيعة كرة القدم. هناك بالطبع فرق تتسم بالقوة والجودة، ولكن هناك أسباب وظروف قهرية تحدث تتسبب في تغيير مسار اللعب. هناك انتقادات كبيرة للمدرب فيتوريا وصلت أنها بتطلب أو بتطالب برحيله، هل أنت تحمل فيتوريا المسؤولية؟ ورد غير دبلوماسي أرجوك. ليش
أعتقد أن روي فيتوريا ذو اسم كبير وشأن كبير بالطبع، وأيضا له اسم كبير وخبرة كبيرة في قيادة الفرق، وأيضا كان له تأثير كبير إيجابي على الفريق المصري. ولكن من وجهة نظري أعتقد أنه ليس فقط المدرب هو المسؤول عن خسارة الفريق، فالأمر لا يتعلق ولا يمكن قياسه بخسارة مباراة واحدة أو غيرها، الأمر لا يمكن حسابه بهذه الطريقة، هناك الكثير من العوامل. ولكن من الأهمية بمكان في هذا الموقف أن في هذه الأوقات و في نهاية الأمر ربما يتم يجمع الكل على تحميل المسؤولية على لوي فيتوريا، ولكن لا أعتقد أن هذه المسؤولية الوحيدة التي يتحملها مدرب الفريق، لا أدعم هذا الرأي. فبالطبع المدرب ليس فحده المسؤول، أنا أتابع روي فيتوريا بالطبع وأنا على دراية تامة بخبرته ومهارته، وهذا الأمر طبيعي جدا في هذه البطولة المهمة للفريق المصري. كانت هناك الكثير من التقلبات والعوامل التي أثرت على أداء الفريق، ولكن من المهم هنا أن نضع في الحسبان هو الهدوء ونتسم بالهدوء بالطبع خلال المباريات، ليس فقط أن نحمل المسؤولية على المدرب وحده، وهذا هو رأيي. ما الذي ينقص الفريق المصري أو المنتخب المصري في أدائه من خلال متابعتك للمباريات؟ إيه هي نقاط الضعف اللي كانت موجودة في الفريق في هذه المباريات؟ من وجهة نظري أعتقد أن البطولة كانت لديها الكثير من العوامل والمتغيرات، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن ليس كل اللاعبين الذين كانوا تحت قيادة روي فيتوريا كانوا على نفس المستوى ولم يكونوا على نفس الطريق والمسار، ولكن في النهاية الأمر طبيعي، هناك اختلافات بين اللاعبين بالطبع، فأيضا هناك بعض العوامل السلبية وكانت عسيرة على الفريق بشكل عام، ولكن من المهم هنا أن تكون هناك استغلال جيد للفرص بشكل أكبر بدلا من خسارة الأمل، ولابد أن يكون هناك اتساق بين اللاعبين في طريقة اللعب. بالنسبة لي أيضا من وجهة نظري المهم هنا أن يكون هناك فكرة توحد الفريق، وأيضا بذل كل ما هو ممكن من أجل تحقيق النصر في النهاية، وهذا ما يتابعه الناس وما يرغبه الناس. لكن كان من الضروري أيضا أن تكون هناك نهاية أفضل من ذلك، ولكن بالطبع لا أعتقد أن المسؤولية تقع وحدها على المدرب وإنما تقع على عناصر وعوامل أخرى. ما هي هذه العوامل؟ من وجهة نظري أعتقد أن هناك بالطبع الكثير من العوامل، كما كان لي خبرات سابقة مشابهة في بعض الفرق، فقد لمست بعض من هذه المواقف من قبل، وكانت هناك نفس الأفكار، وكانت هناك بعض الأطراف تحمل المسؤولية على المدرب وحده، ولكن لم يضع في الحسبان أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة
لابد أن تكون هناك اعتبار وهناك تفكير بشكل شامل عن الظروف برمتها، ولكن في النهاية مع الفريق والمنتخب الوطني هذا أمر ممكن ويحدث بشكل طبيعي، الأمر طبيعي للغاية في وهذه طبيعة المنافسات والمباريات. لا أعلم كم مرة تماما قام بها فيتوريا في تحقيق النصر مع الفريق أو الخسارة مع الفريق، ولكن أنا متابعتي لفيتوريا أعتقد أنه يتسم بالمهارة والخبرة الكافية بالطبع، واللاعبين أيضا قبلوا بلاء حسنا، وهذه ليست هي البطولة الوحيدة التي حققوا فيها بعض اللعب الجيد، ولكن هناك خبرات سابقة جيدة، فلا يمكن قياس التاريخ منتخب كبير ومدرب كبير بهذا الاسم من خلال موقف واحد أو بطولة واحدة، وأعتقد أن خسارة محمد صلاح كان لها كبير الأثر، وهذه طبيعة كرة القدم بالطبع كما ذكرت، ولابد من تبني الأفكار الإيجابية ووضع في الحسبان الكثير من المتغيرات والتكيف مع المتغيرات الجديدة، فبالطبع لابد من أن يكون هناك مرونة، ولابد أن يعتمد اللاعبين على قناعتهم الكبيرة وثقتهم الكبيرة في المدرب. نعم. وهذا أولا وآخرا. سنترك منتخب مصر ونذهب إلى المغرب والسنغال، يعني كان أكبر المرشحين لللقب ولكنهما ودعا مبكرا، كيف شاهدت ذلك؟ هذه أيضا مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، حيث أن السنغال فريق كبير وحقق الكثير من الانتصارات مع نفس المدرب من قبل، ولكن في النهاية كرة القدم تتسم بالكثير من الاحتمالات وتفاجئنا دايما بالمزيد من المتغيرات، أيضا الأمر جائز جدا، ربما تتوقع أن ينتصر فريقا ما ولكن تتفاجأ أنه يخسر، وهذا الموقف مع السنغال والمغرب لم نتوقع هذه الخسارة خلال الضربات الترجيحية، ولكن في النهاية هذا موقف بسيط صغير لا يقرر سمعتهم أو اسم هذه الفرق، وهذا أمر محمود جدا في كرة القدم قطعا، ولا أعلم ما هو الموقف الحالي الجاري، ولكن الأمر طبيعي للغاية وهذا أمر معتاد في كرة القدم بالطبع. هذا أمر طبيعي في كرة القدم بالطبع، وهذا أمر جيد للعبة بشكل عام. ننتقل لمباريات اليوم، وعذرا على الإطالة، شفت ازاي مباراة اليوم الخاصة بين كوت ديفوار ومالي، ومن كان الأحق بعيدا عن النتيجة؟ أعتقد من وجهة نظري أن هذه المباراة كانت كبيرة ولقد رأيت هذه المباراة وتابعتها، وأعتقد أن هذه نتيجة كبيرة بالنسبة لهم وبالنسبة لي، أعتقد كانت المباراة صعبة وكان هناك الكثير من الاحتدام، ولكن في النهاية هناك تغيير في عقلية اللعب، وأنا سعيد بأن أرى هذه المرونة وهذا التغيير في العقلية، وأيضا أعتقد أنه من أحد الفرق الهامة في البطولة التي يمكن أن تغير الموقف الراهن. ربما كأس الأمم الأفريقية تحمل لنا المزيد من المفاجآت. أشكرك شكرا جزيلا خوان خوسيه ماكيدا مدرب ريال مدريد السابق، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل.
تابعنا النهاردة أداء رائع من الحكم المصري محمد عادل في ماتش مالي وكوت ديفوار، وكان أداؤه ثابت في الماتش. وللتعليق على ده هينضم لينا عبر الهاتف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة. مرحبا بك معنا. يعني بداية، إزاي شفت أداء محمد عادل اليوم في مباراة كوت ديفوار ومالي المثيرة؟ شكرا عليك وعلى كل مشاهدينك. النهاردة أداء محمد عادل مشرف للتحكيم المصري، عمل مباراة تحكيمية ولا أروع. يمكن محمد عادل النهاردة تفوق على نفسه في المباراة، احتسب ركلة جزاء صحيحة لفريق مالي الضيف قدام جمهور كوت ديفوار بمنتهى الثبات. وبعد كده كان جات له حالة طرد، انذار تاني للاعب كوت ديفوار، برضو يعني تصرف بمنتهى الحيادية ومنتهى العدالة. ثبات انفعالي محمد عادل، تحركات ممتازة في المباراة، وأداء ولا أروع، وفعلا أداء مشرف للتحكيم المصري كله. يعني كابتن جهاد، يعني قرارات اليوم كانت قرارات جدلية، فهل أصاب في هذه القرارات؟ يعني وكان من بينها ضربة الجزاء وثلاث حالات طرد. بصي، هو الطرد اللي كان موجود، الطرد الأولاني اللي هو بتاع كوت ديفوار كان مظبوط، الانذار الثاني وكان طرد مظبوط. الطرد الثاني اللاعب لما أحرز الهدف الثاني لكوت ديفوار دخل على الفريق احتفالا بالهدف، وكان ده انذار ثاني ليه وكان طرد مظبوط. ركله جزاء احتسبها، هو اللي احتسبها في الملعب، وحكم الفار اكد عليها كانت ركله جزاء صحيحه للفريق مالي. هم بعد كده ضيعوها، بس في الاخر الراجل ادى اداء تحكيمي محترم جدا. عرف تحكيم محمد عادل اداء ولا اروع. النهارده خير عوض عن الفريق المصري وجود التحكيم المصري في الادوار النهائيه. واجمالا، ايه تقييمك للحكام المصريين بتلك البطوله؟ بصي، هم الحكام المصريين، محمد معروف لعب مباراه مميزه جدا، وامين عمر لعب ماتشين مميزين جدا، محمد عادل ثلاث مباريات ولا اروع. برضو عاشور حكم الفار محمود عاشور لعب سبع مباريات النهارده، الماتش السابع حكم في ار في مباراه الراس الاخضر وجنوب افريقيا اللي شغاله دلوقتي. كل حكام مصر شرفونا وادوا اداء محترم جدا، عوضونا عن المنتخب المصري بادائهم المحترم في البطوله. وهل تتوقع ان يكون هناك طقم من الحكام المصريين لاداره المباراه النهائيه، يعني بعد الاداء المشرف للحكام المصريين في هذه البطوله؟ توقع الشخصي ان شاء الله هنشوف حد من او طقم تحكيم مصري في اخر اربع مباريات، الاربع مباريات اللي بنتكلم على قبل النهائي ماتشين، ثالث ورابع ونهائي. ان شاء الله اتوقع الشخصي هيبقى موجود في طقم مصر كامل، موجود في ماتش من الاربع مباريات الكبار اللي هم قبل النهائي وثالث ورابع ونهائي ان شاء الله، وان شاء الله يكون ادائهم مشرف في تحكيم مصر، يختموا البطوله بصوره محترمه للتحكيم المصري ان شاء الله. شكرا جدا كابتن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. دلوقتي هناخد جولة سريعة في آخر الأخبار. أول خبر معانا هو الحقيقة خبر فرض نفسه على السوشيال ميديا النهاردة وكمان محبي كرة القدم المصرية، وهي تقارير صحفية ربطت اسم المدرب الفرنسي هيرفي غرينار عشان يكون خليفة محتمل البرتغالي روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر. اتحاد الكرة المصري زي ما تابعنا في الأيام اللي فاتت قال إنه هيعقد اجتماع خلال ساعات عشان يحسم مصير فيتوريا وينهي الأزمة دي تماماً بعد الإخفاق في أمم أفريقيا والأداء اللي كان غير مقبول عند كثير من عشاق منتخب مصر. رينار اللي عنده دلوقتي 55 عام، واحد من أبرز المدربين في القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب تجاربه اللي خاضها مع المنتخبات الوطنية في أفريقيا وكمان في آسيا.
ولسه متابعين قضية مدرب منتخب مصر اللي فرضت نفسها النهاردة على الأخبار. في أخبار من السعودية بتقول إن نادي الشباب واحد من الأندية الكبيرة في دوري المحترفين السعودي دخل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع روي فيتوريا. التفاصيل بشكل سريع اللي خرجت من التقارير السعودية دي النهاردة قالت إن فيتوريا طلب عقد مدته سنتين، لكن الشباب كان عرضه واضح وصريح، قالوا للمدرب لا، العرض اللي معانا هو 6 شهور بس مع وجود بند بسنة إضافية، علشان يفضل السيناريو الغامض حول مستقبل البرتغالي مع الفراعنة لسه مكمل بعد وداع أمم أفريقيا. قال ألكسندر سونغ لاعب المنتخب الكاميروني الأسبق، قال إن وداع منتخب الأسود في كان 2023 بيرجع لعدم وجود عناصر خبرة. وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي قال سونغ إنه من الخطأ جداً ترك لاعبين مثل تشوبو موتينغ ومارتن هانجلا وانسامي اللي يمكنهم قيادة الفريق لخبرتهم وجودتهم كمان. وقال كمان إنه مش قصده يهاجم العناصر الشابة في الفريق، لكنهم بيواجهوا حالياً صعوبات فنية وكمان ذهنية. وعلشان نيجيريا واحدة من كبار الكرة في أفريقيا جاءت من بعيد وكان أغلب المتابعين ما حطوهاش في الحسابات، علشان دلوقتي ترد على الجميع بوصولها لدور قبل النهائي. هنتابع مجموعة من الأرقام عن نيجيريا. دخلت الحكمة المغربية بشرى كربوبي تاريخ كاس أمم أفريقيا كأول حكمة تدير مباراة في الكان، وأدارت من قبل مباراة في كأس العرش بالمغرب. التقرير التالي هنتعرف منه أكثر عن الحكمة المغربية. دخلت الحكمة المغربية بشرى كربوبي التاريخ الأفريقي من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول سيدة عربية تدير مباراة في بطولة كأس أفريقيا كحكم رئيسي بإدارة مباراة منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة وللمجموعة الأولى بنهائيات كأس أفريقيا للأمم كان 2023. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الشعور ديالي نكون أول حكمة عربية كحكم وسط في كأس أفريقيا اللي هو أكبر عرس كروي، كان فخر كبير، فرحة كبيرة، فرحة عارمة، إحساس بالافتخار والاعتزاز أنني نمثل المرأة المغربية والمرأة العربية في هذا العرس الكروي. وكانت كربوبي أول سيدة مغربية تدير نهائي كأس العرش خلال اللقاء الذي جمع الجيش الملكي والمغرب التطواني في مايو 2022، كما شاركت أيضا في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا. بالنسبة لي في المقابلة نتاع غينيا بيساو ونيجيريا، الحمد لله لقيت واحد الاحترام التام من لم الطاقم الفني ديال الفريقين ولا من اللاعبين. الحمد لله الاحترام كيتكسب، فمني كيكون حاكم زعما كيدير الخدمة ديالو اللي عليه اللي واجب عليه، كنظن أنه هو كيحنا احترمناهم حتى هما احترمونا. وتسلمت بشرى كربوبي في العاشر من الشهر الماضي بدبي جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في نسختها 12 كأفضل حكم عربي لكرة القدم، وباعتبارها أول حكمة محترفة تشارك في إدارة مباريات دولية لكرة القدم ضمن بطولات ذات صيت عالمي.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا للجزء المهم أو الأهم في حلقتنا من كان 2023، وهو الجزء التحليلي والفني مع ضيفي كابتن تامر باجاتو لاعب منتخب مصر السابق ومحلل القاهرة الإخبارية، ومعايا كمان محمود زميلي محمود شوقي محلل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك. خلونا نبدأ بمباراة النهاردة مالي وكوت ديفوار. هسألك سؤال كابتن الأول، هل المباراة دي كانت 50-50 من حيث عوامل المكسب قبل بعيدا عن النتيجة؟ بعيدا عن النتيجة يعني يبدو أن الـ ودي بقى في الكورة حلاوة الكورة، يعني أن شكل كده الأرض بتلعب مع الجمهور. يعني النهاردة مالي فرقة قوية جدا، أنا زعلت أنها خرجت، الحقيقة فرقة منظمة جدا. الشوط يعني الشوط الأول هم خلصوا الجيم في الشوط الأولاني، والبينالتي طبعا الأهدر ده حقيقة برضو شاطب رعونة شديدة جدا، كان هغير مجرى المباراة تماما. يعني مجملا كانت مالي طبعا كانت الأقوى والأقرب والأكثر تنظيما، ولكن الحماس الشديد وان تجيب تبقى قدامك انك تجيب جون وما تجيبوش بنالتي كمان بالذات يبقى صعب جدا انك بس هنقدر نقول ان مالي كانت فنيا النهارده افضل. فنيا عامه مالي افضل حتى الماتشات اللي فاتت، حتى الماتش النهارده يعني مالي فنيا اقوى، خاصه خط النص، عندهم خط النص خط الدفاع يعني خطوطهم متقاربه جدا، وده قوه منتخب مالي. وكان صعب جدا اختراقهم من العمق، دايما اختراق ما قدامهمش حل، لازم اختراق من على الاطراف يعني. ولكن المباراه الاقصائيه دي زي ما بنقول كده، اللي بيجي له كوره وما تجيبهاش جون بتفرق جامد جدا في حماس الفرقه اللي قصاده، وده اللي حصل النهارده. يعني مالي بنالتي لو كان دخل كان هيغير مجرى المباراه تماما، ولكن ده ادى حماس اكتر لكوت ديفوار طبعا مع عامل الجمهور ما ننساهوش، لان هو عامل واضح ان هو قوي جدا 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 معاهم. يعني انا حسيت ان دي ممكن تكون أسوأ نهايه يخسر بها منتخب زي مالي باداء المشرف. يمكن مالي كانت قويه دفاعيا جدا وقويه بدنيا، شفت المباراه دي ازاي؟ بس قبل ما تجاوب بنوه لمشاهدينا ان مباراه كاب فيردي وجنوب افريقيا لسه مستمره وغالبا هتوصل لركلات الترجيح. معاك. اعتقد انه ما فيش حظ اكتر من كده او اسوأ من كده بالنسبه للمنتخب مالي. هو واحد من فرسان الرهان في بطوله امم افريقيا بلا شك، مع المنتخب اللي بيلعب دلوقتي اللي ناس كتير جدا متعاطفه معاه اللي هو كاب فيردي، تعاطف غير طبيعي طبعا. كمان المصريين بيحبوا المنتخبات اللي بقى عندها حماس ورغبه وطموح وامكانيات بسيطه، عشان كده في تعاطف معاه. منتخب مالي كان من المنتخبات دي، منتخب مالي ومنتخبات كمان المحبوبه من زمن طويل يا كابتن تامر طبعا، خرجت لعيبه كتير جدا كانوا يستحقوا بصراحه من وجهه نظر الصعود. لكن منتخب كوت ديفوار يبدو ان هو مع الارض والجمهور والحظ. منتخب كوت ديفوار بالمناسبه ينفع نحط الحظ قبل الارض والجمهور؟ طبعا. ليه بقى؟ لان هو صعد الدور الثاني بلمسه يد من حارس غانا. ده حقيقي. يعني الكره لو خرجت اللي هو جابها كابتن تامر دي رجعها للملعب بضربه ركنيه، صعدت منتخب مصر طبعا على الكره دي، وصعدت كمان منتخب كوت ديفوار وانقذ ناس كتير. طبعا لولا اللقطه دي كان منتخب كوت ديفوار خارج البطوله. بيستمر برده معاه توفيق غير طبيعي. النهارده الماتش مش بتاع منتخب كوت ديفوار تماما من حيث السيطره على نص الملعب، الشوط الاول كمان بالذات الفرص الضائعه بشكل كبير جدا على منتخب مالي لصالح منتخب مالي، تسديد على المرمى تقريبا برده لمنتخب مالي، الكرات العرضيه وخطورتها لمنتخب مالي، الكروت الحمراء كانت من نصيب منتخب كوت ديفوار. صحيح خدوا كارت احمر بس بعد نهايه المباراه طبعا للاعتراض، اعتدوا على الحكم محمد عادل بشكل طبعا مرفوض، حماس زائد طبعا بلا شك يعني، رغم ان هو قدم مباراه كبيره. طيب المصري هل نقدر نقول ان التعديلات او التغييرات اللي قام بها مدرب كوت ديفوار إيمير سيفاي كان ليها يد في تحقيق المكسب؟ هل التعديلات دي فعلا كانت في مكانها وفي وقتها؟ اعتقد انه رغم ان هو طبعا كان بيلعب ناقص، يعني اعتقد ان هو اهم تعديل عمله اللي هو عمر دياكيتي. لعيب موهوب عنده كوره كويسه، وبالمناسبه هو خد افضل لاعب في المباراه رقم 14 اللي هو نزل في الدقيقه 73، يعني هو كان لاعب بديل، وده هو اللي رجع منتخب كوت ديفوار للصوره بشكل كبير. منتخب كوت ديفوار كان سايب الاستحواذ لمنتخب مالي بشكل اكبر، الفرص او التسديد على المرمى كان سايبه برضه. عمر هو اللي عمل توازن الى حد ما وعمل خطوره في الجانب الهجومي، عشان كده خد افضل لاعب في المباراه. إيميرس من المدربين الواعدين، هو بالمناسبه تولى المهمه
بديلة للمدرب اللي تم إقالته المدرب جيسي الفرنسي، تم إقالته بعد الرباعية الشهيرة من غير الاستوائية. مدرب بياخد الفرصة في هذا التوقيت الصعب وياخد الخطوات دي حتى لو الحظ معاه، لكن برضو يستحق التحية على انه بيوصل لمنتخب كوت ديفوار نصف النهائي حتى لو الحظ سنده طبعا. بس يمكن كابتن تامر نقدر نقول ان منتخب كوت ديفوار كان نفسيا وروحا في الشوط الثاني كان اعلى من منتخب مالي؟ لا، هو في نقطه بس مهمه كمان، توقيت التغيير لمدير فني منتخب مالي غير ثلاث لعيبه في اخر دقائق، ودي ما تحصلش ابدا ان انت الفرقه قدامك بدات تلجا للكرات العاليه، تقوم انت مدخل، لو هتدخل دخل حد يلعب بقى ايه زي ما نقول كده باك ثالث يستقبل الكره العرضيه، لكن هو غير ثلاث لعيبه فجاه وده مش صح. ده اثر بالسلب في الدقيقه 90 في الدقيقه 90 ده اثر بالسلب على اللعيبه. انت خرجت ثلاث لعيبه جوه حماس المباراه واخرها، ما ينفعش يتخرج ثلاث لعيبه جمله واحده. كان بيفكر في ايه ساعتها؟ يعني انا ما اعرفش الاستراتيجيه بتاعته كانت. هو ده اللي بنتكلم فيه، ان ساعات سوء التقدير المدير الفني في لحظات معينه، انك تيجي الدقيقه 90 وعايز تغير لعيبه لسه هتنزل عايزه على الاقل 10 دقايق قبل ما تبقى سخنه، وماتش انت بتلعب قصاد فرقه صاحبه الارض. فهنا المدير الفني، عشان كده قلنا من البدايه بعد دوري المجموعات ان شغل المديرين الفنيين هو اللي هيخلي الفرق تكسب او تخسر. انا شايف النهارده وهنا بتكمن في اهميه المدرب. بالظبط، المدير الفني بيتدخل، لازم تدخله بقى هنا. انا شايف النهارده كان بالسلب انك تغير ثلاث لعيبه في التوقيت ده مره واحده، ده انت كده بتوقع رتم الفرقه. ده مدير الفني هم كانوا ماشيين كويس مالي. يعني كانوا ماشيين كويس ومقفلين الدنيا، مفيش عايز تغير لعيب. لو انت عايز تزود مثلا ورا بعد ما طبعا كوت ديفوار بدا تلجا للكره العاليه، يبقى انا طبيعي جدا منزل حد لسه بصحته وورا باك يبقى واحد، لكن انزل ثلاثه مره واحده دي انا شايف ان هي دي اللي ادت الاريحيه اللعيبه. يعني بقول ان في ثلاث لعيبه بره الجيم قدامهم لسه خمس دقايق قبل ما يخشوا او 10 دقايق، طبعا يعني خمس دقايق ده قليل قوي كمان في وسط الاجواء دي واللعبه كلها خلاص مركزه وجمهور وحماس، صعبه جدا. انا شايف دي كانت التريكة الفارقة لمنتخب مالي ان هو يقل الريتم بتاعه ويبقى منظره بالشكل ده في نهاية الفترة. رغم ان إيريك شيل ده ما بيعملهاش، يعني الملاحظة الفنية اللي كابتن تامر قالها دي إيريك ما بيعملهاش في المعتاد. ما عشان كده لكن يبدو ان الحمل البدني تفسر بايه؟ هل تفسر بانها لخبطت او حلاوه روح في نهايه شوط في نهايه المباراه؟ لا، انا في اعتقادي ان هو ما خدش القرار الا بقى خلاص انخفاض معدل بدني رهيب اجبره على ده، لانه هو مدرب ذكي جدا. بس كانوا ماشيين كويس، كانوا ماشيين كويس بس ومالي بدنيا كانت اقوى يعني من يعني هي كانت اقوى. طبعا هو انا بقول ايه، انه إيريك ما بيعملش ده في المعتاد، فكونوا يعمل لقطه كونوا يعمل لقطه زي دي. بيقول لك هو ممكن يكون ثلاث تغييرات سنه، انت كابتن بيقول بتوقع ريتم الفريق. بالظبط، دي ملاحظه فنيه مهمه جدا، خاصه كمان انه انت كنت مستفيد من احداث كتير في المباراه، كارت احمر للمنافس، ضربه جزاء وما الى ذلك، فانت الغلبه عندك. ما كانش طبعا موفق في التغيير ده. انا هقطعك يا محمود، ان مباراه كاب فيردي وجنوب افريقيا ذهبت دلوقتي لركلات الترجيح، وهنستنى معاكم النتيجه يا ترى هتبقى ايه. خلونا عايز اسالكم، هل يعني برايكم ان كوت ديفوار كسبت عن طريق الصدفه في المباريات الماضيه؟ مش بتكلم على النهارده، انا بتكلم من اول البطوله. هي من اول البطوله طبعا بنتكلم، هي دخل، هي وصلت بالصدفه. ما قلنا كانت عدم مستنيه الفرقه الثانيه هتعمل ايه، هي خرجت. ولكن خلينا نتكلم برضو ان مع اللي احنا بنقوله ده، لا هم انهم يرجعوا من الشكل اللي كانوا فيه في دوري المجموعات والهزيمه برباعيه في الاخر، مدير فني يمشي، كل ده في نفس الوقت لا يهد اي فرقه، فدي برضو حاجه تحسب لهم وتحسب للمدرب اللي تولى مهام المدير الفني، تحسب له جدا، عارف ينظم فرقته، قادر يوصل الحماس للدرجه دي للعيبه، ان هو قادر ان هو يفرض اسلوبه على اللعيبه. صعب جدا ان انا ابقى مدرب وبالنسبه للعيبه اللعبه كلها كبيره يعني لعبه ثقيله، فبتتعود بتاخد الاوامر او بتاخد الطرق من المدير الفني. المدرب اللي معاه دايما بيبقى عامل مساعد تقريبا ما بيلجألوش الا في بعض الحاجات، ان المدير الفني المدرب يمسك يغير شخصيته فجاه يبقى مدير فني، دي عايزه حد قوي جدا
انه يعرف يظبط شخصيته على اللعيبه ويقدر يفرق في او في وقت بسيط جدا. فدي تحسب له جدا طبعا، وتحسب للعيبه برضو ان هم عرفوا يتخطوا الحته دي. دي تركه قويه جدا، ويمكن دي اللي مكمله كوت ديفوار طبعا مع الجمهور حقيقه يعني. فده عامل، انا شايف ده عامل قوي جدا. هو برضو هنرجع تاني نقول المدير الفني، كل دلوقتي الماتشات اللي بتتلعب واللي جايه كلها شغل مديرين فنيين. يعني كوت ديفوار كانت محظوظه بمديرها الفني النهارده، ويمكن ده من مدرب العوامل، ولانهم مدرب بالمنظر ده حقيقه تحسب له طبعا. بالمناسبه هو عنده 40 سنه، مدرب قريب من اللعيبه سنا وعلاقه، هو ملتفين حوله بشكل كبير جدا بعد رحيل المدرب السابق، وده يبدو ان الالتفاف ده عامل حاله مختلفه. انا زي ما كابتن بيقول مش كتير تلاقي يحصل توازن في ظل تغيير في التوقيت ده، وكمان انت معاك مدرب بلا خبره وبتاع. بتقول التوقيت ده عمره ما حصل، عمره ما حصل، يعني عمره ما حصل في بطوله يعني. فهو في التفاف حواليه، كمان بيمتلك عدد كبير جدا من اللعيبه الكبار جدا طبعا. منتخب كوت ديفوار الناس مش واخده بالها لانه هو فعلا في دروب في المستوى الفني، لكن ربما يكون كوت ديفوار عامل الفريق بقاله سنين ما اتعملش. عندك كونان ده واحد من اهم اللعيبه، فوفانا نفس الامر، كوامي، كيسي، لا لعيب الكوره كبار جدا في القاره الافريقيه. ايوه صح، ما شفناش ده في المباريات الاولى. ما ده مصدر الاستغراب، عشان بيقول فنيا وان كان، لكن عنده وده بنفسره بايه؟ يعني كابتن تامر قال ان هم عندهم مدرب ما بعد اقاله الراجل السابق. تمام، هو كان مش قادر يعمل التوليفه المناسبه، ما فيش جمل تكتيكيه زي ما كنا بننتقد في منتخب مصر، ما فيش جمل تكتيكيه واضحه، ما فيش معالم واضحه للتشكيل او التبديلات اللي في توقيتات معينه. اصل المدرب ما هو الا اختيار تشكيل واقعي، تبديلات في توقيتات مهمه، بصمات فنيه في التكتيك فيما يخص على الاقل الضربات الحره وما الى ذلك. دي بس على فكره عمود، انا بتكلم في نقطه، انا هو تكتيكيا برضو منتخب كوت ديفوار مش عالي خالص، بدليل برضو بقول لك ان مالي هي مش عالي طبعا. هو عامل الحاله اللي انا قلت عليها، اللي هي وجهه نظر يعني، ان هي حاله الحماس، شخصيته بالظبط طغت على اللعيبه، اللعيبه قدرت تسمع له، والحماس الالتفاف اللي حواليه ده، مين هتقعد مين وهلعب مين، دي مش سهله خالص في لعيبه. ما عشان كده احنا ما اتكلمناش عليه فنيا خالص. فنيا كوت ديفوار مش احسن حاجه فنيا، ولكن هنقول ان التوفيق، ولكن التوفيق بيجي الحماس. انا شايف ان هو هقطع كابتن تامر، اول ركله ترجيح ضيعتها كاب فيردي كده، يبقى 1-0. هنشوف خلاص هما وصلوا طمان، وصلوا هنا دي، لان الماتش بتاعهم تماما. كاب فيردي النهارده عاملين ماتش هايل من كل حاجه، فرص فنيا، يعني انت بتتوقع انها كاب فيردي، وانت كمان يا محمود هتوقع ايه؟ ضربات ترجيح خلاص بقى تسديدات الموضوع انتهى يعني. لكن واحد هيزعل بصراحه لو خرج. طيب خلاص كله يعني، هنشوف مين اللي هيتوقع صح، بس هما الاثنين قالوا كاب فيردي فخلاص يعني. طيب خلينا نروح لكوت ديفوار ونشوف نقاط الضعف النهارده كانت في كوت ديفوار، بعيدا عن انها كسبت، ايه نقاط الضعف اللي انت شفتها في كوت ديفوار؟ نقاط الضعف ان هم باعتبارنا ان احنا بنقول ان مالي كانت بتلعب كوره، مالي كانت بدنيا قويه، كانت دفاعيا قويه، كانت فنيا قويه طبعا. لا كوت ديفوار فشلوا في السيطره على نص الملعب بشكل واضح جدا. يعني في 10 دقائق تقريبا خلال احداث المباراه كوت ديفوار ما امتلكتش الكوره، ما عملتش 5 تمريرات ورا بعض، ودي كارثه فنيه في نص الملعب. لما يكون في فريق عاوز يمتلك الكوره كابتن تامر بيعمل تمريرات سريعه وكتير تمام، يحاول يكسب المباراه. كوت ديفوار لبعض الوقت او كتير من الوقت فشل حتى ان هو يعمل تمريرات متلاحقه، وده امر في غايه الخطوره في ماتش على ملعبك وانت بتستضيف البطوله الاهم في القاره. نص الملعب كان فجوه كبيره جدا بالنسبه لمنتخب كوت ديفوار. اعتقد كمان انه حتى النجوم الكبار اللي انا ذكرت اسمائهم من شويه في الاجنحه بالذات فشلوا في اختراق منتخب مالي اللي كان له الغلبه كمان في الناحيه الدفاعيه. كان عندهم قدره على استخلاص الكوره بدون اخطاء بشكل غير طبيعي منتخب مالي النهارده. وتعودنا انه منتخبات الافريقيه دايما ترتكب اخطاء كابتن تامر حوالين منطقه الجزاء مثلا بشكل متكرر. لا منتخب مالي عنده القدره انه يستخلص الكوره بدون اخطاء، بدون كروت، ده برضه مديك غلبه كمنتخب مالي، وده صعب من ماموريه منتخب كوت ديفوار بشكل واضح خلال المباراه. اعتقد انه منتخب كوت ديفوار لو كمل بنصف هذا الحظ ممكن تلاقيه على منصة التتويج في نهاية المشوار. طيب في مفاجأة، 1-0 لجنوب أفريقيا. لا ما مش مفاجأة، ضربات جزاء، ضربات جزاء ضربات جزاء يعني
بس بما ان وصلوا لهنا يعني فعلا هنقول بقى ان يعني مجملا كده لما فرقه تكون ماسكه المباراه جدا وتقدر وتضع جوار كتيره جدا وماتش يبقى بتاعها وكل ما توصل ضربات جزاء يبقى الكفه راح للناحيه الثانيه على طول. يعني انا اتمنى طيب. لكن انا اتمنى كاب فيردي وهي الاحق طبعا ككوره اكيد طبعا. ما هي طالما هي الاحق يبقى مش هتكسب عشان احنا دايما ماشيين بهذه السياسه. يعني نخش بقى هنا فعلا في المفاجات يعني بصراحه حتى طيب. على فكره نيجيريا امبارح بالظبط انا كنت عايزه نتكلم على نيجيريا ماتش حلو جدا جدا مع ان نيجيريا فرقه قويه ولكن انجولا فكت الطلاسم دي خالص وقدرت توصل يعني للجون كورتين في العارضه كانت ممكن تنهي المباراه مش شوط اول وشوط ثاني لا على الشوطين فالموضوع بصراحه يعني برضو نيجيريا امبارح كان حظها حلو جدا ان وانجولا كان حظها وحش بصراحه انها خرجت حقيقه ليه كان حظها وحش كور في العارضه وكور ضاع كتيره جدا ونيجيريا خلاص هو جاب الجون وخلاص بس نيجيريا استفادوا من عنصر في غايه الاهميه وده بقى دور النجم ودور التاثير اوسيمين طبعا اوسيمين طبعا يعني أحسن واحد افضل لاعب في افريقيا طبعا بلا شك واحد من اللي هينافسوا على الافضل وجوائز الافضل في العالم خلال السنوات القادمه شوف امبارح وروحه العاليه يا كابتن تامر خاصه في المراحل الاخيره من الماتش روح عاليه مش طبيعيه بي بي بيصارع على كل كورة ممكن يعمل فاولات صعبة بياخد فاولات قدام منطقة الجزاء في تأثير تكتيكي في الملعب هنا غلبت بقى وأهمية لعيبة زي دي بتيجي في المواقف الصعبة دي دلوقتي كاب فيردي ضيعت الضربة الثالثة انتهى كده الموضوع كده 1-0 لجنوب أفريقيا محظوظين جدا جنوب أفريقيا عليهم لأنه بصراحة الرأس الأخضر قدموا بطولة رائعة يستحقوا التحية طيب خلينا لسه مع نيجيريا وأنجولا مين كانت كفته الارجح بدون بعيدا عن النتيجه هنقول هما الاثنين لحد ما كانوا يعني كان 50-50 كان 50-50 طبعا زي ما قال محمود طبعا الشخصيه لما يكون لعيب طبعا بحجم اوسيمان في الملعب بتفرق جامد جدا ودي وفي الماتشات اللي زي دي بقى بتبان قوي بقى شخصيه النجم بجد اللي هو يقدر يفرض شخصيته جوه الملعب يبقى له تاثير حتى لو تاثير تكتيكي مع اللعيبه لما اللعيبه بتشوف اللي هو احسن لاعب في افريقيا وده بيعمل مجهود جامد وبيجي هنا وبيجي هنا وبيعمل فاولات تكتيكيه وليه تاثير ده بيشد اللعيبه اللي معاه جامد طبعا. جدا فدي هنا حاجز نفسي مهم جدا ان انت لما انا بعمل كده التاني بيبقى وانا الاكبر وانا الاعلى نجوميه وانا كذا المفروض يعني على الورق المفروض ان هو ما يعملش ده لكن لا هو اللي بيعمل اول واحد يكون بيعمل ده بيدي تاثير جامد جدا على الفريق غير طبعا ان نيجيريا برضو احنا من البدايه هم ما كانتش من المرشحين ولكن نيجيريا من بدايه البطوله كان باين ان هي فرقه قويه فرقه متماسكه خطوطها قويه جدا عندهم توازن في الخطوط ما عندهمش خط اقل من الثاني وده اللي اداهم ان هم يعني يبقوا انا شايف ان هم يعني بالماتشات بتاعت النهارده دي نيجيريا طبعا هي المرشحه الاولى كده طيب بعد كده وفي حاله نيجيريا هتقابل الكونغو من صاحب الكفه الارجح؟ اعتقد نيجيريا هيبقى كفته ارجح منتخب الكونغو منتخب مجتهد عنده بعض اللعيبه المميزه بصراحه وعملوا ماتش كبير جدا امبارح في بعض اوقات المباراه وسجلوا اهداف جميله بالمناسبه لكن اعتقد نيجيريا هيبقى عندهم الرغبه اكتر وأوسيمين واعوانه مش هيفرطوا في الفرصه دي بص هدي سلاح ذو حدين بقى لو على الورق طبعا ولكن لو ما كانش فيه الحماس ايوه والرغبه القويه جدا انا قلت عشان كده لان الكونغو منتخب متماسك منتخب بيقاتل جامد جدا خطوطه متقاربه ما عندوش اللعيبه الافزاز اللي ممكن يصنعوا الفرق قوي قصاد فرقه قويه يعني زي نيجيريا ولكن فرقه منظمه وفرقه لياقه البدنيه بتاعتها عاليه فده لو ما تقابلش بقوه من الاول وفرض سيطره من البدايه هتبقى في مشكله كبيره جدا لان هنرجع برضو نقول المستويات متقاربه جداً جداً, 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 جدا جدا هل هي مستويات متقاربه ولا بتدخل فيها عناصر وعوامل احنا ملناش سيطره عليها يعني في عنصر بيبقى عنصر اللاعب بدنيا وتكتيكيا بعدين في عناصر ثانيه يمكن التوفيق يمكن الحظ يمكن توليفة اللعيبة مع بعض في الملعب دي نقطة أنا مش قادرة أوصل لها من خلال كل الماتشات والمباريات اللي فاتت كل اللي أنتوا ذكرتيه عناصر كلها عناصر موجودة بس بتقل وبتزيد من مباراة التانية يعني
لكن في فرق زي النهارده يعني كاب فيردي لو خرجت انا هزعل وكل حاجه واحاول ان حظهم وحش، ولكن لا هم ضاعوا جوان كتير جدا. انت عارف النهارده كاب فيردي يا كابتن تامر في اخر المباراه احصائيه المحاولات على المرمى 22 لصالح كاب فيردي قصاد 13 يعني لجنوب افريقيا، يعني مقارنه كبيره جدا جدا وفجوه كبيره. برضه هنقول انه عدم تركيز عدم ان يبقى في النحراره قوي دي ممكن تحصل في ماتش لفرقه، مش شرط بقى تبقى وحش يعني، وده حصل مع المغرب على فكره. المغرب برضو كانت الاحسن والافضل وضيعت جوان كتير جدا وتلقوا جون. بس انا اعتقد يا كابتن تامر اذا صعدت جنوب افريقيا دلوقتي هيكون الفضل لهذا الرجل ويليامز حارس مرمى، حارس المرمى طبعا اكيد بفضل توقعاتكم هي الصحيحه اكيد. لا في المباراه كمان يا بس انت قبل ضربات الترجيح يعني انقذ كوره عجيبه في الدقيقه ده في اخر 92 جنوب افريقيا كسبت على كاب فيردي. اعتقد ويليامز اكيد له دور في ضربات الترجيح لانه حارس مميز جدا طبعا. جيلسون تفاريز ده نزل في الدقيقه 87 انفراد تقريبا اضاع انفراد وكوره غريبه، اعتقد هي افضل صده في افريقيا السنه دي في الدقيقه 92 عن طريق ويليامز حارس مرمى جنوب افريقيا اللي اعتقد ان هو له دور كبير جدا في هذا الصعود. ويليامز اصلا صاد الاربع ضربات جزاء. طب انا ما اعرفش لو قعد معاك على هم بيقولوا لي ان هو صاد الاربع لكن هو بصراحه ممتاز يعني حارس ممتاز، اعتقد ان هو هينافس بقوه على لقب افضل حارس في هذه البطوله. طيب اخر سؤال بقى قبل ما نختم، تتوقع مين هيبقى صاحب اللقب؟ يعني انا بقول نيجيريا. محمود والله بالمنظر ده انا كان نفسي كاب فيردي يعملها، وكابتن تامر برضو بره كان نفسه كاب فيردي يعملها. كلنا كان نفسنا كاب فيردي لان هي لعبت بكوره يعني كوره حديثه مختلفه. لكن كابتن حسن شحاته كابتننا الكبير كون حاز لحظ جنوب افريقيا بيقولوا ان هم هيكملوا المشوار فممكن يعملوها ولا ايه؟ طيب ده الطريق النهائي قبل ما نختم، عشان انا اعتقادي نفسي اعتقاد الكابتن تامر ان هو المنتخب نيجيريا. طيب ده طريق للنهائي، ويعني هنشوف اذا كانت نيجيريا ولا ايه بالظبط اللي هيحصل. خلاص نيجيريا كوتوفار في النهائي بقى ونيجيريا تكسب. نيجيريا اتشرفت بيك كابتن تامر باجات ومحلل القاهره الاخباريه، زميلي محمود شوقي محلل القاهره الاخباريه. انتظرونا بكره في حلقه جديده من كان 2023، ومفاجآت ما بتنتهيش، خليكم دايما معانا، تصبحوا على خير.